بعيش الموت وهذا اكيد بعيش الموت وهذا اكيد بعيش الموت وهذا اكيد. والد الاسيرين محمد جوري وكمال جوري، طبعا الاسير كمال جوري اعتقل في 13/2 اثر اشتباك مسلح، وعلى اثرها اصيب في منطقه الحوض، وهو الان يقبع في عياده الرمله او اسطبل الرمله بمعنى اصح، انه هو اسطبل مش عياده ولا مستشفى، هو لا يتلقى العلاج وهو بحاجه ماسه الى عمليه زراعه عصب، وهذا العصب هو مسؤول عن المسالك البوليه. احنا مناصرين الاسرى جميعا، كوليد دقه، كالشيخ خضر عدنان، كالاسيره اسراء جعابيس، ما بدي اذكر اسامي حتى لا انسى. لازم احنا نواقف الاسرى لان ملف الاسير هو مهمش، ويا ريت الكل واقف الاسرى. رسالتي للحكومه انه شو بيطلع بايدكم وقفوا هالاسرى، شو بيطلع بايدكم. انا بدي اسال سؤال، يعني هل ستسمح الحكومه بهدم منزلي، منزل البطل كمال جوري، ام ستتصدى للجيش الاحتلال؟ بدنا اولادنا، بدنا تخرجوا لنا اولادنا من 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 الاسر. علوا التحية ولا فرسان القضية.